بالفليقي. في التكنولوجيا بالفليقي اليوم باش نستغلوا حضور صديقنا هارون اللي معانا بعد شويه باش نعملوا معاه حوار صغيرون باش نحكيوا على ابرز واهم التطبيقات اللي تتعلم البرمجه للوليدات الصغار. يقول قايل علاش اليوم يا محمد تحكي لنا على ليزابليكاسيون هذوما اليوم مع خروج بارد واللي ولا متاح للعموم مع وجود شات جي بي تي مع تطور الذكاء الاصطناعي اليوم الانسان ولا خايف على بلاصتو. وذاك علاش انا ننصح الوالدين يعلموا خليوا صغارهم يتعلموا شويه البرمجيات هذه حتى ولو كان مش باش يوليوا غدوه مهندسين او مبرمجين. نبداو بالتطبيق الاولاني اللي هو كود سبارك اكاديمي. التطبيق هذا يعلم مفاهيم لي فوندامونتو نتاع البروغراماسيون وهذا متوجه للصغار والاطفال اللي تراوح عمرهم ما بين 5 و10 سنوات وخاصه ما فيهوش دي بوبليسيتي. دونك ما تخافوش اذا كان تستعملوه يكون فما دي بوبليسيتي. نمشيو للابليكاسيون الثانيه اللي هي الابليكاسيون سكراتش. سكراتش ابليكاسيون كانت طورتها معهد MIT سنه 2003 واللي علم الصغيرات كيف كيف زاد البرمجيات لي فوندامونتو نتاع البروغراماسيون. وهنا كيفاش الحكايه هذه تصير بالستوري تيلينغ، معناها يحكيوا لهم حكايه ويفسروا لهم لي فوندامونتو نتاع البروغراماسيون. الابليكاسيون هذه متوجهه للفئه العمريه ما بين 5 و7 سنين. بيان سور لي دوز ابليكاسيون اللي كنت نحكي عليهم هما موجودين بلاش على جوجل بلاي وعلى الاب ستور. الابليكاسيون اللي هي كود كارت كيف كيف زاد كيف كيف الابليكاسيون هذه متوجهه للصغيرات لكن للفئه الاقل ما بين 3 و5 سنين ويفسروا لهم البروغراماسيون ولي فوندامونتو نتاعها بسباق الكراهب. دونك انا هذه معناها الناس الكل تحب الصغيرات الكل يحبوا سباق الكراهب دونك ينجموا يعني يفهموا البروغراماسيون بالابليكاسيون كود كارت. الابليكاسيون هذه كيف كيف زاد بلاش موجوده في جوجل بلاي والاب ستور. نجيو للابليكاسيون الاخرانيه واللي هي كود لاند. الابليكاسيون هذيا كيف كيف تفسر البروغراماسيون للصغيرات لكن بطريقه نتاع دي تشالنج، تعطيهم دي جو ويحلوهم وبيان سور من بعد هذاك يعاونهم في باش يفهموا الاساسيات نتاع البروغراماسيون. والابليكاسيون هذيا متوجهه ما بين 4 و10 سنوات. ليزابليكاسيون اللي حكيتهم الكل موجودين بلاش على جوجل على جوجل بلاي والاب ستور. والابليكاسيون الاخيره اللي هي كودينغ ادفنتشرز اللي هي ابليكاسيون $4 في الشهر موجودة على جوجل بلاي وأب ستور. والحاجة الباهية اللي فيها اللي هذايا تنجم تطور الصغير يعني من اللي عمره 6 سنين حتى يكشي لين يولي أدوليسون ينجم فما المستويات الكل فيها أكثر من 30 نيفو وهذايا متوجهة للصغيرات. هذوما لي زابليكاسيون اللي اليوم إذا كان صغيراتكم يحبوهم تنفيستيو فيهم من توا باش نستعمل كلمة أمير وتحبوهم غدوة يبدا عندهم على الأقل وفاهمين الموندو اللي باش يكبروا يلقاو الذكاء الاصطناعي باش يلقاو عباد يمكن تنجم تخدم لهم خدمتهم أوموا ينجموا هما يكونوا أكل حلقة ولا الشخصية الفارقة في المجتمع. نعاود نفكر بليزابليكاسيون اللي هما نبداو بالابليكاسيون الأولانية اللي هي كود سبارك اكاديمي، لابليكاسيون الثانيه سكراتش، لابليكاسيون الثالثه كود كاردز، لابليكاسيون الرابعه كود لاند، لابليكاسيون الخامسه كودينغ ادفنتشرز. ليزابليكاسيون دوما اسميهم تلقاهم اون كومنتير على اليوتيوب راديو اكسبريس اف ام. بالفليقي في الجزء الاخير من أيوة. من حلقتنا اليوم من تيكي تيزي حاضر معنا هارون. عسلم يا هارون مره اخرى. عسلم. لبس عليك. لبس. الحمد لله ممتاز يا هارون. انت بما انه تمثل الفئه اللي في عمرك الصغيرات اللي في عمرك قديش عمرك انت يا هارون؟ 7 سنين. دونك انت اليوم باش تحكي باسم الصغيرات اللي عمرهم 7 سنين الكل. دونك مسؤوليه كبيره هذيا باش تحكي فيها. باهي هارون اليوم انت كيفاش عندك تليفون عندك سمارت فون عندك تابلت ولا لا؟ عندي تليفون. عندك تليفون نتاعك انت باهي. وهو هنا حاجه تضحك شويه على خاطر انت خالك اكبر صانع محتوى عندي تليفونات. اليوم انت علاش ما عندكش تليفون؟ على خاطر ما زلت مستوى لازم يكون عندك تابلت والا تستعملها في اوقات معينه؟ نستعملها في اوقات معينه. واضح. وشكون يعطيك التابلت هذا اللي تستعملها؟ من عند شكون تتسلفها معنا؟ ميت. من 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 مامي. واضح. وهما يفسروا لك علاش ما لازمش يكون عندك ديما تابلت. علاش انت لازم مش ديما معناها لازم يكون عندك تابلت تلعب به؟ علاش؟ على خاطر
تمرض العيني. واضح. وانت ساعات تستعملها برشا عينك تحرقك. وانت شنو تقول للصغيرات اللي يسمعوا فينا وتحبهم يحافظوا على يقعدوا معنا يقراوا ما زاد كيف كيف يلعبوا بالتابلت، عندك حاجه تحب تقولها لهم؟ شنو تحب تقول؟ يلعبوا في الويكاند. يلعبوا في الويكاند اي. وشنو اخر؟ فما حاجه اخرى؟ لا وقراوا دروس. وقراوا دروس. واضح. سورتو شنو المحتوى اللي تتفرج فيه معناتها؟ شكون المحتوى اللي تتفرج فيه شكون؟ قلت نسيم سي برنامج التحوط. وشكون قلت لي عندي محتوى تافه ما عادش نتبع فيه؟ وين هو المحتوى اللي كنت تتبع فيه بالضبط وما عادش ما عادش تتبع ما عادش يعجبك؟ شاف 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 اكلي حلو الالعاب وحكيت فيها كنت تبعها ما انا. وشكون وشكون اخر المحتوى اللي تحبه تتبعه انت ابار نتاع الاسماك؟ فما واحد اخر؟ لا علولو ما تبعوش متبعوا عليه على على اليوتيوب ولا متبع ويعجبك ولا ما يعجبكش؟ باهي باهي والله. تصفيقه وتحيه لهارون خالد عديل تصفيقه من هنا هكا تصفق عليه كمان من حط الكاسكوس مع التصفيقه مساج هذه ديك عاود حط له التصفيقه اللي يحط التصفيقه صحيحك هارون هكاك نحبك انت تفل باهي نصيحه اللي جاتكم من عند هارون بالنسبه للصغيرات اللي عندهم سمارت فون اللي يستعملوا في سمارت فون وتابلت راهو عندكم الويكاند تنجموا تستعملوه على خاطر من بعد عينيكم توجعكم وقت معين ما يفوتوش ساعه مستحسن وفي عمره هو اللي اقل من 5 سنين مستحسن ليه وتعملوا ديكونت بسميهم في 15 سنه. واضح. هو توا الحاجه الباهيه خلي فيسا قبل ما نكملوا كو توا لي زابليكاسيون الكل عملوا دي زيكستونسيون من لي زابليكاسيون تاعهم فور كيد معناها اللي تنجم تفرجوا فيهم الصغار اما ما لازمناش نكثروا عرفتك اللي حاجه المهمه نحب نقولها فيسا فيسا ما عادش تحطوا صغاركم قدام التلفزه وتمشيوا تعملوا حاجتكم راهو ما عندكم حتى فكره قديش ياثر على المخ. شكرا لك مره اخرى هارون يعطيك الصحه عجبك الجو معنا باش ترجع يا جماعه قول لي تكلم تكلم عجبني عجبك تقعد معانا ديما هكا وسيبا ولا عندك هارون شكرا ليك هارون شكرا بيميكا شكرا امير بن زيد شكرا ميني في الاخراج سليم في الاخراج الرقمي وعزيز اللي تخلي تصور فينا هكاك دونك على الاكستونسيون تعطيك تيجي نفس الجو تلقاوهم بعد شويه من 4 ل 5 في استوديو نت ما تبدلوش اكسبريس اف ام احنا نتقابلوا شغل ما تبعوش استوديو نت ما تبدلوش اكسبريس اف ام احنا نتقابلوا هذا جاي في نفس التوقيت